وحمانت مجلد كسماي حرمت الجبل كجبده السوق عري مدحونها دول جبلات كصومالي تشبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي حل وصفرك لدوان وكمل أي أسبوعي قدم بيا وضم هذا درس كان هاي إسقان وقدم بنتي قصك اعتمد الخيتوب يا وحان جيدة ديارها مجلد كسماي سيب لارن غسل ويحمنها لبض الجلاء دول جبلات كصومالي تشبلان أضيع الرقم ديو ورد بشدة قيبوها ذاك الدوين سلوين إيه مرحبين كذب أيها وحا مدحوينها دول قبلات كصومالي تشبنا لوك بي هو القنصشادة إقران كما قلتها كسمايو يساقو نور باهين تقولها اللي وحان أغارين وشاق انتو قصونا ذلك إتوبيا إنو كلما أولاقاتي مدحدة وقصة سريسة إتوبيا إسامه كاسنا وكالها اللي أرنت عبدكرين شيخ موسي قلبي دغح مرانكا ودبادة خليج كأي دولاد دحاي كقادتة قوانكا دحادحاتكا ayuu sheegayna loofliin qaab dhexdhexaad ah dawladda federaalka ahna ay la safatay wadamada carabta qaar kood taasina aysan qaab sax aysan ahayn maadaama dawladda federaalka ee Soomaaliya ay go'aankeedu u ahaa inay dhexdhexaad noqoto madaxweyne axmed maxamed islaam axmed madobe oo hadalka sii wata ayaa carabka ku dhuftay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaabisay taageerada looga baana in dawlad goboleedyada ay ka siiso dhinacyada amaanka iyo sidoo kale siyaasada waa sidoo hadalka u dhigay ugu dambeyntii ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo baaq u diray madaxda ugu soo sareysa dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka fikiraan wax wanaagsan isla markaana wadanka horumarkiisa iyo sidoo kale xasilintiisa ay dan ugu jirto waxaana sidoo kale uu sheegay in dawladdu aysan ahayn in baraha bulshada lagu la xiriiro lagu soo afjaro waxaana filayaa in sabab ay tahay in la xiriiro ayuu xulay أنا حالنا يفعل كل ما يكيس كسر بسفعة قصوا المانجا إن شاء الله فاز الشعب وقالوا كل قوال المانجا صلى الله عليه وسلم كان حصول ما يتغالج سكين في قوائل وحن الله على الله وحيده إلى الله في الأخوة كما كان شباب طول خلقه وحكى لصور على المصالح السياسي هذا المطعم المصالح كلها المطعم قال على الزنوب وحسابة TNG وحيكبه انتو حاجة الدولان عن عنكم الرجال الرسمي وفضل العرب انت عصدك بسوء وذن تاريخ باي صومالي يعني انبا ماشي وقالي يهكم جاسيين دولان ما قلت هذا وحلق اسوية تيرو كياد وبركو نمالو انا يكتكتو وحعد وهو تابان كارو وميلو هوسي هاقاقاني وتاريخ لقو قري كاريا وغاي نغال يسو ان بلي حسابة كيارا لكن توضيحك إلى أن على الحين جالس وحاصل قطعي ما أنت مركع الكهل لأن المسؤوليات دولة بتدرك إلى كل يوم مساعي المسؤوليات شيء واحد هي مركن ويسكون فيه وضم موافقنا إذا ما موافقنا سيستم موافقنا استديا السمي مسؤوليات هو كيف سيجي وحنا كيف سيجي واحد دولة بيدعى يروح استديا دي قادرة يعني يروح له عاصفة دولنا ده وحيتان في منزلة دي آبها وكرمها وحنا نجيب هاي أنا وحيتان سوحنان سوسودوي سوكيريس يين لنا دار دعية مسؤوليات كي يوم محكمة كي وحيتان كمان قرار ما أنت وحنا نروح معه وليس هو بدل إنه كل عيون دول الدول هذيلا وحنا هو بدل ما أنت وليس أنا صار من جل أمر الدنيا I saw the other one. جاءت مرحلة أبن وعصو ودفت بهم لهم شكلين ما هينا كتبتوا سوشيال ميديا إيه وربنا إيه فيسبوك إيه ما هي هذا السمعية ما هي هذا الرعاة إنا إنت هاسين أبطي شكلين بدون الله قال له روح ماذا صحنا معه ما أنت دولة اللي حد ما كان شبه لها كامل
ما قرأني واحد يسوع قال يبدأ هذا إنجيل أو هذا كوم ما كان يقرأ وشغال على كوارد ما كان يشارك زيان يعيلا أسنا لو ميرون شو ما قرأني وعد كلام ما أدري من ذا فنه أنا يسوع قال هذيل لا واحد شر أو هذا كوم يبدأ واحد ما أدري يسوع قال وده كل ما أنا وما قرأ كريس بلوتكال كريس your constitutional crisis so habay sawna ojka u bilaabay isbiyada baaka dastuur kale waa la xalay ku kala kale waa la sameeyay kulliyad waa wax dibaato ku ah jiritaanka wadanka iyo wixii la higsanayay aad bay dibaato waxaas la arrimahaas waa arrimo u baahan dawladda dhexe inay ka fakarto oo isweydiiso oo laga hadlayo war aan wax dibadda iyo kanaan keen iyo kanaan dibadda iyo kanaan garatoor saxme muhandisna xalaya jina waxaan darnaa xagga hore ugu talaabsanaa inuu ku fakare asal tahay waa goobaha Soomaaliya ugu baahan in la ilaaliyo wadajirka iyo midnimada lagana ilaaliyo firqada iyo qabiilka iyo dareenka noocaas uu soo baxay waa aad ba xasaas ha marka dowladda aragow ga maareeyay wixii caawimaad ay geysteen hadana waxaa leeyahay guriga iridaa laga soo baxay inta khaliijka waa loo soo celiyay inta khaliijka shaqadana dowladda faraaga maxaa Allaah barnaamijka marka arintaas i dhacaysay wuxuu joogay maalinta isbaanya tabi uu weydiiyo waxaan ku yidhi waxaanu waagi masar ilaa loo weygooyo xiriir xamasaa dalalaan cashday wuxuu yidhi maya uji waa anagu ugu dhexdhexaad baan kanay waagi masar ilaa loo gooyana saxma carabana la weygooyo waxaan ku dhi arrintan qadar iyo barnaamijka dhacaya waxaan u baahanahay inaan dhexdhexaad ka noqono dhexdhexaad aan istaagno بعد حارستان على الإعلان إذا وشرفتنا لكن واحد سويدين عندها سموسة عتاسي شريك مشروعها مايا ويكل حتى يستين دولت قدر تشوف على رأنا غلط كل كلام وحال برع تروه وصلا وكلام دوات كان على النزاق سهل ما ورنا وصل ما لي ما دعانا كخليج كذا سواح على هذي الأيام بس هم ده قالوا كذا حاس ما يعني أنا عيد يا ده نقطه يا دارنماده يا دولدور يا مدى الاسبوع اشتاق وقت ما يجيس عرفت خليج كده ولد تاريخ صح او مقوى واحد اكثر من سنه اما دي ما هو نقطه وددي اما هذه نقطه انا هو عسى شبه انا يا صومالي واحده كده ما انت امارات كان موضوع وحان رواه كرشن كوميونتي انا بشوف وروح الصومالي اللي مو بحريه انا سويدين دولتنا فدرالكا بنجارسيسا وجاك بنجارسيسا dadka wixii ka dhexeeyay ma gaarsiisa isagoo waxyaaba ku kooban oo dhibaato dadka loogu geysa